شلون نقدر نعرف احتياجنا اصلا للبروتين؟ تمام، مثل ما تفضلت حضرتك انه البروتين كلش اساسي، لانه هو اللبنه الاساسيه لبناء كتلتنا العضليه، والكتله العضليه هي احنا مثل ما نقول عليها الصحه والعافيه. يعني اذا انت عندك كتله عضليه جيده معناتها انه انت جسمك دا يشتغل بكفاءه عاليه، وبالتالي هذا الشيء راح يعزز من حركتك، يعزز من مناعتك، يقوي جسمك وتقدر تعيش بطريقه صحيه وسليمه. احنا غالبا ما يكون عندنا نقص بالبروتين، يعني المشاكل اللي نواجهها احنا كأخصائيين تغذية من يجينا شخص عنده مشاكل صحية أو زيادة بالوزن، هو ما يغطي احتياجه من البروتين، أو ما يحب اللحوم، أو ما يحب الأسماك، أو ما يتقبل يأكل بيض، وبالتالي يتوجهون لمن؟ للسابلمنت، للمكملات الغذائية اللي هي أيضا جاية من بروتين الحليب أو أي أنواع بروتين معزولة من الأكل. يعني هي مو أدوية وإنما هي أكل ينوخذ بسهولة، فالمبالغة بيها ممكن تؤدي إلى حصوات بالكلى، لأنه البروتين الزايد ما يتصفى. يعني مثلا أنا اليوم أخذ دهون إضافية أو أخذ كربوهيدرات إضافية، هاي الأشياء من تصير إضافية على جسمي راح تتحول إلى دهون، يعني زيادة بالوزن، على عكس البروتين. من محاسن البروتين أنه الزيادة بي ما تتخزن بالجسم إلا بحالة تقييد مفرط للسعرات الحرارية، يعني الشخص ما يتناول ربع الغذاء اللي يكفي، بالتالي ممكن الدهون تتحول، البروتين العفو يتحول طاقة أو ممكن يتخزن. فالحل حالة زيادة البروتين أنه أنا أتناول كمية كافية من المي، لأن مثل ما قلت أنه البروتين الزايد راح ينطرح العفو عن طريق الإدرار، يعني الكلية هي اللي راح تصفي، وهذا الشيء إذا ما كان أكو ترطيب كافي أو سوائل كافية راح يسبب حمل ولود على الكلية، وبالتالي تتكون عندنا الحصى بداخل الكلى. فهذا اهم ضرر لزيادة وافراط الانسان بالبروتين. بس انا اريد اعرف حاليا من حضرتك انه شلون بهالحاله احنا نقدر نعرف احتياجنا الدقيق والمتوازن للبروتين. نعرف انه الفيتامين يعني او اي فيتامين ممكن او اي حاجه للجسم ممكن تزيد عن حدها، اكيد اضرارها لا تحتمل، عن حده ينقلب ضده. الحاجه يعني حاجة الإنسان تختلف، لأنه كل إنسان يختلف من ناحية الظروف والحركة والكتلة العضلية. يعني الرجل مثلا كتلته العضلية هواي أكثر من الكتلة العضلية عند النساء، تكوين جيني وتكوين حركي، يعني بحكم الشغل التمرين على عكس البنات. فنجي على أنه شخص عايش حياته بشكل طبيعي، ما عنده نشاط زايد، ما يتمرن، حتى يبقى بصحة جيدة ضروري كنسبة دقيقة ياخذ غرام من البروتين، يعني بروتين صافي لكل كيلو غرام من جسمه الصافي. يعني أعطيك مثال، إذا شخص مثلا وزنه 80 كيلو غرام بس هو عنده زيادة بالوزن، فمحتمل يكون عنده 10 كيلو غرام دهون، هاي ما نحسبها ككتلة، يعني الدهون الزايدة بالجسم ما نحسبها كتلة من تكوين الجسم، لا هي عظم، لا هي سوائل، ولا هي كتلة عضلية، باعتبارها مؤقتة ممكن زايدة عن حاجة الجسم. فحتى يبقى الإنسان بصحة جيدة ويمارس نشاطاته بطريقة جيدة وصحته تكون تمام ومناعته جيدة، ضروري ياخذ غرام من البروتين الصافي لكل كيلوغرام من كتلة جسم الصافية. يعني مو ياخذ 80 غرام قطعة لحم، لا، قطعة اللحم 100 غرام بها 23 غرام بروتين صافي. البيضة وزنها 50، ما نقول احنا هاي 50 غرام بروتين، لا، البيضة الوحدة تحتوي 6 غرام بروتين فقط، وانت اذا وزنك 80 على الاقل تحتاج 70 غرام. فما تقيس قطعة يعني اللحم بيضات. اي بس ما يصير كوليسترول، يصير هواي كمية دهون يعني عالية. يعني من مرات أنا أقول للمشترك بالنظام الغذائي، أقول له مثلا أنت جسمك يحتاج 80 غرام بروتين، هو يقول يعني معقولة أخذ قطعة لحم وتكفي؟ لا، أنت فاهم السعرات غلط. القطعة مالت اللحم اللي وزنها 100 غرام تحتوي 23 غرام بروتين صافي فقط، مو هي 100 غرام بروتين. صح. فهاي الحسبة الدقيقة بالنسبة لشخص يتمرن
على الأقل يأخذ 1.5 غرام إلى 2.5 بهاي النسبة، لأنه هو ما يحافظ فقط على كتلته العضلية وإنما هو أصلاً يحمل ثقل حتى يزيد الكتلة العضلية، فبالتالي يحتاج يضيف بروتين أكثر حتى يبني العضل بطريقة صح. وهاي الحسبة العالية نفسها تنطبق على من؟ على الأشخاص اللي يريدون ينزلون وزن. يعني اللي يريد ينزل وزن، البروتين مصدر شبع كلش جيد، يعلي الحرق بالجسم، وبالتالي من اني اعطيه كميه بروتين كافيه هالشيء يساعده يبقى شبعان فتره طويله، وبنفس الوقت البروتين هضمه بطيء فيزيد من قدره تحمل الشخص لنقص السعرات الحراريه الحاصل اللي يريده حتى ينقص وزن. حلو.